السلام عليكم، احنا جروب 4 كوميونيكيشن سوفومور. البروجكت ده تحت اشراف دكتور سامح ابراهيم. الدايره دي عباره عن اوديو امبليفاير فوليوم كنترولد بالبوتنشيوميتر. الاوديو امبليفاير ده عباره عن 3 ستيجز. اول ستيج كومن ايميتر بري امبليفاير، ده بيعمل امبليفاينج للفولتج. تاني ستيج كومن كولكتور بافر، ده بيعمل امبليفاينج للكرنت. تالت ستيج الكلاس اي بي باور امبليفاير، ده بيعمل امبليفاينج للباور. تمام، دلوقتي لما نيجي نتكلم عن السيركت، اول حاجه استخدمنا ادابتر 12 فولت، واستخدمنا بعد كده فولتج ريجليتر عشان يدخل 9 فولت بس للبريد بورد. ولما نيجي نتكلم بقى عن الانبوت سيجنال، احنا استخدمنا اوديو بلاج ووصلناه بالموبايل، واستخدمنا فريكوانسي جنريتور ابلكيشن. الانبوت سيجنال اللي استخدمناها هي ساين ويف 50 اوم ريزيستنس و20 ملي فولت بيك تو بيك و1000 هرتز الفريكوانسي بتاعتها. بعد كده الاوتبوت سيجنال استخدمنا سبيكر، السبيكر ده 8 اوم، ونقدر نتحكم في فوليوم الصوت اللي خارج منه عن طريق البوتنشيوميتر. ثانيه واحده، تمام. احنا دلوقتي اتحكمنا في الفوليوم عن طريق البوتنشيوميتر ده. واخر حاجه عندي الليد. الليد دي مجرد بس ايدنتيفيكيشن ان الباور سبلاي اون، هو بس بينور لما يبقى الباور سبلاي اون يعني. تمام، شكرا.